في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية صباح الفل والسعاده. صباح الفل يا خليل، جاي متاخر ليه؟ السماح يا مدام، اصل انا جايب لك هديه. وقفوا برا ليه؟ خليه يخش. تعالى، المدام امرت خلاص، اصله بينكسف. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. كبر قوي يا خليل. انا بقالي قد ايه ما شفتكش؟ يعني بتاع حوالي 3 سنين. 3 سنين؟ 3 سنين يعملوا كل ده؟ منعم لسه مخلص امتحان الدبلوم امبارح، وانا قلت له تعالى معايا زي ما حضرتك امرتي. دبلوم ايه؟ منعم طول عمره شاطر، انا متاكده ان هو السنه دي ان شاء الله هيجيب مجموع كبير وهيخش كليه الهندسه. مش كده يا منعم ولا ايه؟ ان شاء الله. ما هو ده املنا طبعا. انا قلت ياخد الهندسه بقى من الصنايع، اسهل واضمن. لما تخش بقى الكليه هتيجي تشتغل معانا ولا ايه؟ ان شاء الله اكيد هقدر افهم بين الاثنين. طب يلا حبيبي انا هسلمك شغلك وبنفسي. ايه ده وده تيجي يا مدام؟ خليكي مستريحه. بقول لك ايه، طول ما منعم في المصنع هنا انسى خالص ان انت ابوه. منعم هنا ابن انا زيه زي فارس بالظبط. يلا يا منعم تعالى حبيبي تعالى. بسم الله ما شاء الله عليك. منعم ابني جوه عايز ادخل له، قالوا لي ان هو هنا. ممنوع يا راس. ابني يا ناس، ابني يا عالم. سيادة المقدم بيحقق معاه جوه، استناه هنا. ابني يا مدام مشكلة. منعم اللي قلت انه زي ابنك وزي فارس تمام. ابني بعت لي رسائل زي دي يا خليل؟ عيل وغلط.
ليكي عليا اضم لك رقبته بس هو يطلع. الواد فيه اللي بكفيه، ما هوش حمل بهدله الحجز يا عالم. ولا شغل الجنان ده مش علينا. انت هتنطق ولا نطقك بمعرفتي؟ استنى بس يا محمد بيه، استنى. ايه ده شويه؟ بالراحه يعني، الراجل برضو مش مستوعب ايه اللي بيجرى. وهو بس يعني لو فكر شويه هيعرف ان سكوته ده مش هينفعه باي حاجه غير انه يزود التنبل. ايه يا عم انا؟ مش ناوي بقى ترد علينا؟ بالمناسبه انت ما حسبتهاش صح. فاكر نفسك ايه؟ هتقعد تبعت رسالة من على النت مش هنعرف نوصل لك؟ طب الدنيا وصلنا لك، هتتكلم بقى ولا تودي نفسك في داهيه؟ طيب بلاش انت، ابوك الراجل الطيب ده هتسيبه كده؟ بعت رسائل ليه يا منى؟ طب ليه بعتها باسم شيماء بالذات؟ كان زميلتك في المصنع هي. ها؟ طيب ايه علاقتها بفارس؟ ايه علاقتك انت بفارس؟ يا قد كده بتكرهه؟ ولا بتكره مشير؟ ولا بتكره الاثنين؟ ما هو انت لو ما اتكلمتش دلوقتي كده كده هتتكلم قدام النيابه. يا ابني انت، انا كده هوجه لك تهمه قتل فارس. عايز تتعدم يا منعم؟ ايوه. ايوه ايه؟ ايوه انا اللي قتلته، فصلت راسه عن جسمه زي ما قطع ايدي. العين بالعين والسن بالسن، والبدي أظلم. ولا ما حد ظلمني قدهم. طيب تعال اقعد استريح، عايزك تحكي لي بقى بالتفصيل قتلته فين وامتى وازاي. مين اللي قال ان الخرز ده كله يتشون هنا؟ منعم حضرتك كل نوع لوحده، وانا معلم كل شويه بعيد عن التاني، وساعة التخزين بنفصله. يتفصل هنا في المصنع، احنا مصنع محترم، مش شغالين تحت بير السلم. يا ريت نركز شويه في شغلنا. مالك؟ مين بس اللي عكر مزاجك على الصبح؟ منعم يا خليل، ما بقاش مركز زي الاول. معلش اعصابه تعبانه عشان كليه الهندسه اللي راحت منه على درجتين. انا هشد لك ودانه بس اهم حاجه تروقي. المسألة مش مسألة الكلية، الواد شاغل نفسه بحاجات تانية مشتتة تركيزه، وصدقني مش هتوصله لحاجة. عارف وياما نصحته، بس انت عارفة الشباب بقى، تقولي لهم يمين يقولوا الشمال. انت عارفة بقى الولاد وعمايلهم. اه طبعا عارفة. ربنا يهديه. اصل الواد ده واد كويس قوي، وانا مستخسراه في السكة دي. مش سكته، وكتاب الله ما سكته، ده كمان منفضال وراكمي على سكة بعيد عنها خالص. ارفدها يا خليل، لو البنت دي هيجيلنا من وراها وجع القلب ارفدها. واخوها يعني بالزبون مهمة عندنا قوي عشان نخاف على زعله. نقطع بريد حرام. طيب سيبيها لي، انا هشد ودانها الاخرى. عيال بقى، زكاة هي ولا منعم ولا. خلاص خلاص يا خليل، انا سايبه لك انت الموضوع ده، خلينا في شغلنا دلوقتي. عملت ايه في الشحنة بتاعت اسكندرية؟ اتأخرت ليه يا أستاذ؟ الواد جوه بيحقق أوي معاه من ساعتها. اطمن اطمن يا خليل بيه. عبد المنعم خليل عبد الدايم بيتحقق معاه جوه، أنا أحمد حسن المحامي، ممكن أدخل التحقيق؟ ممنوع يا أستاذ. ممنوع إزاي؟ ده المحامي بتاعه. ممنوع، ما تجيبليش الكلام. ما تقلقش يا خليل بيه، أنا هشوف أعمل إيه وإن شاء الله خير. ماما، إيه اللي حصل ده؟ عرفت منين يا زيزي؟ عبد الله قال لي. تصوري منعم
منعم اللي عملها يا زيزي. ما عملش حاجة والله العظيم، ده واد غلبان ما يستجري يعمل أي حاجة. منعم حبيبي عملوا فيك إيه؟ ها؟ قلت له إنك ما عملتش حاجة صح؟ ها؟ ساكت ليه ما ترد عليا؟ لو سمحتوا يا حضرات ممنوع الكلام مع المتهم. اتفضل. بالراحة عليه يا ابني هو ناقص. إيه الدوشة دي؟ الناس دي واقفين هنا بيعملوا إيه؟ ابني ابني واخدينه على فين يا نادر بيه؟ روح أنت يا خليل. ابنك هيستنى معانا شوية. ليه كل ده؟ كل ده عشان رسالة لا راحت ولا جت؟ ابنك اعترف على نفسه بقتل فارس. ممكن افهم هو لازلك ليه بقى؟ بيحبني وعايز يتجوزني. وانت صدقتي؟ وما صدقش ليه يعني؟ مشبهش ولا مشبهش؟ يا باش مهندس. لا طبعا، بس ان شاء الله اخش هندسه، ان شاء الله ادخل ثانويه عامه واجيبها من اول وجديد. ربنا يوفقك. طب وانت؟ انا ما وعدتكش بحاجه. انت عاجبك في ايه؟ ده حتى تعين مدمن. كان يا حبيبي كان وتعالج الحمد لله. بفلوس امه؟ بفلوسه بقى، بفلوس امه، المهم في فلوس. هي الحكايه كده بقى؟ الحكايه ان انا تعبت يا منعي، تعبت من عيشه الزباله اللي انا فيها، تعبت من ايدين منشيه اللي مش سايبه حته في جدتي اللي وهي معلمه عليها، تعبت يا اخي وعايزه راجل يحميني واتحمى فيه. وانا مش مالي عيني؟ انا مش راجل يعني يا شماء؟ ان كان عليا انا مش شايفه راجل زيك. بس يا منعم انت ولا هتعرف تاخد ولا حق ولا بطل مع منشيه. عارف ليه؟ عشان اخويا هو اللي مش راجل. يا منعم اخويا ما يسدش بقه غير القرش. القرش هو اللي بيخليه يرفع ايده عني. من يوم ما الرجاله قلت من الدنيا والفلوس هي بقت السند والظل، الفلوس هي الراجل اللي هيحميني. فهمت؟ خليل. ايوه. شايف ابنك بيعمل ايه؟ على فكره انا لو اتدخلت هرفدهم هما الاثنين. سيبهولي انا، انا هعرف شغلي معاه. معلش سيبهولي انا يا استاذ خليل. منعم يا منعم، واقف جنب المخله والعطلانه، واقف بتعمل ايه؟ كلمني زي ما بكلمك. انا كلمت مهندس صيانه بس هو اللي اتاخر. فهنفضل بقى عطلانين عشان المهندس ما جاش. طب وانا ايه في ايدي اعمله يعني؟ اتصرف يا ابني، انت مش خريج صنايع. ما تقعدش تتفرج عليا. يلا خلاص يا فارس، ما تضايقش نفسك حبيبي. مش فاهم هما ليه بيجوا كده. يا زيزي ما قصرت معاه، حاولت اعوضه، اديته ضعف مرتبه وهو قاعد في البيت. لو كان طلب مني اي حاجه كنت هعملها له، بس هو كان عايز فارس، كان عايز عمر ابني قصاد دراعه. يا زيزي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا فنان، يلا يا فنانة، على الحلال فنانة. ايه يا ابو السيد انت رايح جاي على الحمام؟ انت مش شايف سباك من ورانا ولا ايه؟ اسهال ها؟ طب انت نال طيب ولا ستريبتوكين؟ يلا اسمع كلامي. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام يا نجم الكواكب، بس يعني ورديت بالليل هنعمل فيها ايه؟ شغاله زي ما هي. شغاله كده من غير خله؟ الشغل ما بيقفش على غياب حد. ما هي شكلها مش هترسي على غياب. العمل ابنه ده يقطع رجله من مصنع ده لو مدام يعني وقت بتلوش رقبته. يبقى انت ما تعرفش مشيرة كويس ولا تعرف خليل يبقى ايه بالنسبه لك. ايه؟ كمل اهو هو. يلا يا فنانه. Mm-hmm.
ليه الزفت ده؟ خش جوه. الحمد لله على السلامة يا ابني. بركة انت طلعت لمشية عشان كنت عايزة اقول لك عشان اربيك يا بنت الكلب. عملت ايه يا بنت؟ عشان اربيك يا بنت الكلب. عملت حاجة؟ 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 الحكومة هترمي البلاغ عليكي؟ الحكومة هترمي البلاغ عليكي ولا ايه؟ ولا خلاص بقى حرام عليك كفاية. خلاص ماشي يا شيماء هنشوف انا ولا انت؟ ايوه حرام عليا الحرام هنشوف انا ولا انت في البيت ده؟ حرام عليك خلاص بقى اطلعي بره اطلعي بره البيت حرام عليك اطلعي فتحها بس من تحت راسها يا ابني حرام كفايه بقى اللي بتعمله فينا حرام هتشوف انا بتقالي خلاص بقى ملهاش لازمه عادتك تاني هنا انا هطلع معاكي توضبي حاجتك وتروحي معايا ايوه بس عبد الله لسه ما خفش جرى ايه يا ماما وانتي بتدوري على اي سبب عشان تطولي عادتك هنا ولا ايه وبعدين انتي مش خلاص عرفتي مين اللي عمل كده في فارس مين قالك ان هو عملها لوحده انتي بتتلككي بقى لو كان عملها لوحده كان فارس جه وقال لي تاني يا ماما تاني تخيلي يا زيزي فارس خلاص بطل يجيلي ما يمكن علشان ارتاح انت تفتكري واحد زي منعم كده في حالته ممكن يقتل لوحده العربيه دي رجعت ازاي دفعت الفديه بتاعتها ورجعت عادي يعني عادي يعني هتروحي معايا ولا ايه؟ روحي لوحدك لقيت الميه قطعه قلت اما اجيب لك شويه طيب انت حلال زي ما تكوني حاسه بيا عايز اغسل وشي من الصبح ومش لاقي ميه لا ما انا بحس على فكره ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ في حد يعمل كده مش شايفه كل البتاعه دي ميه على الوان كده؟ بخلي بالك يا جميله خلي بالك انت من كلامك ايه يا عبد الله في ايه؟ هي جميله مالها انت زعلتها ولا ايه؟ ما تاخديش في بالك من المشير المهم طمنيني حضرتك عملت ايه؟ هعمل ايه يعني؟ منعم اعترف بكل حاجة تصور يا عبد الله تصور منعم يعمل كده في ابني؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ حادثة قديمة حادثة ايه دي اللي تخلي واحد ينتقم بالشكل ده يعني؟ كسر قلبه وهي كمان قلبها اتكسر هي مين يعني؟ جميلة يعني؟ جميلة يا شيماء كلهم زي بعض البنات كلهم حنينين وقلبهم ابيض زي قلب جوز الهند بالظبط عينها من بره قاسي وبيستحمل الخبط كتير لكن يوم ما تتغابى وتقسى عليه وتحاول تكسره ايديك كمان بتتكسر معاه اوعى يا عبد الله في يوم من الايام تحاول تكسر قلب واحده حبتك يا ابني اسمع كلامي
الو. ايوه يا زيزي، انا عايزه اشوفك دلوقتي، عايزه اشوف ابني. طيب حاضر، تحبي اعدي عليكي اخدك ونروح سوا؟ لا خلينا في نفس المكان. اوكي، بس انت طريقي هبعتلك. مع السلامه. شيماء، انت يا شيماء، رد عليا يا بنت. شيماء ما تخافيش يا بنتي، اخوكي في الحمام يا بنت. ردي يا ابني، مش تغزي الشيطان وتفتح لاختك. بس لو تقولي هي عملت ايه؟ ايه الدخل اللي انتي بره عنك انتي خالص الحوار ده؟ يعني ايه بره عني؟ ده انا امها يا واد، ومين يا اخويا بقى اللي هيكون له دخل ان شاء الله؟ يا ابني ده انت اخوها وفي مقام ابوها بالظبط. ابوها؟ ابوها لو كان عايش كان عمل اكتر من كده، واخد بالك؟ ولا نسيتي؟ نسيتي لما كان بيربطك في السرير ويعلقك بالفركه كنت بتتكلمي ساعتها؟ دلوقتي انت بس لوك 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 لوك. ها؟ بعدين انت عملتي ايه ساعتها؟ قعدتي لغايه لما خدمتيه واكلتيه وشربتيه لغايه لما قابل رب كريم. عشان ما كليش دار، عشان ابويا كان بيعمل فيا اسخن من اللي كان ابوك بيعمل فيا. انا لو كنت لقيت راجل كنت رحت له، ولا كنت صحبكت لي العيشه مع ابوك ليله واحده بعد ما مد ايده عليا. بقول لك ايه، اللي انا عارفه على الحريم اكسر لها ضلع يطلع لها 100 ضلع. يا ابني ما بيطلعش، والله العظيم ما بيطلع. انت لا يا ابني اللي بيتكسر ما بيطلعش غيره ابدا. بنفضل كده طول العمر مكسورين. افتح لاختك يا حماده، والا وكتاب الله اكسر الباب بايديا. انت يا شيماء، انت يا بنت ردي عليا يا بنت. يا بنت ردي. يا بنت ما بتردش. يا لهوي، لا تكون عملت روحها حاجة، وكتاب الله ما اكون النهارده مقطعاك. افتح لاختك يا شمالك، تعالى افتح لها. خلاص انت هتندبيلي. يلا يلا ما تتابعنيش كده يا بنت ردي. اوعي طيب يا بنت ردي يا بنت. يلا يا اخويا هب شوية. يا رب استر ما تكونش البنت ولا حاجة يا رب. ايه ده؟ البنت فين؟ يا لهوي، طفش البيت، طفش البيت، طفش البيت يا حماده. ايه تربيتك ايه؟ طفش بس عليا الحرام لا اجيبها تاني. طفش البيت اللي حياتي. الو ماشي. بقول لك انت ما رمتش البيت شيماء عندك في الموقف؟ طب حلو قوي. طب بقول لك ايه، وحياتك ابوك لا تعطلها لك ولا تنعم يا صاحبي. سلام يا حبيبي. ازيك يا شيماء، عامل ايه؟ كده يا اسطى، انا حملت. لسه في مكان فاضي يا حبيبي. محجوز يا هندسه، محجوز يا برنس. ايه استغفر الله العظيم يا رب. يلا يا اسطى بقى يا اسطى. ايه يا جماعه، في ايه؟ اللي مش عاجبه ينزل يركب اي ميكروباص تاني. ولا على ايه؟ توكلنا عليك يا رب. ست ابوكوا جيت برضك يا علي. مالك يا واد؟ يا لهوي يا علي، طلقت دور برضه ولا ايه؟ انت جاي لوحدك ليه يا خليل؟ ابني فين؟ ابني فين يا خليل؟ انت جاي تعمل ايه لوحدك؟ ما تتكلم. نيابة حبسيته 4 ايام على ذمة التحقيق. ليه؟ انت هتقعد يا خليل؟ انا ماليش دعوة، اروح اتصرف وهات لي الواد يجي يبات في حضني. ازاي بس؟ ما هو دلعك فيه هو اللي ضيعه. ده لا انا ولا تربيتك. انا ما قصرتش لا في علاب ولا في تربية.
غيرش بس الدنيا مستخسرة تدي له حقه. انت اللي معلمتوش ياخد حقه منها يا خليل، انت اللي ربيته على المطاطية وعلى قولة حاضر، انت اللي يوم الحادثة ما جبتلوش حقه يا خليل. ويا ما يا ما قلت لك هات له حقه، قلت لي حقه رجع والمرتب ماشي. كان لما الواد حبس نفسه من اربع حيطان واتعقد، وفي الاخر اتحبس بامر الحكومه، عمل له بقى المرتب يا خليل. اسكتي بقى اسكتي. لا ما انا ساكته يا ما سكت كتير قوي لحد ما فاض بيا. طول عمرك سايب حقك، المدام تقول لك روح حاضر، تعالى حاضر، تعملهم هي على قلبها قد كده وترمي لك فتافين برضه حاضر، لكن بعد اللي عملوه في ابني كان لازم تجيب له حقه، كان لازم تجيب له حقه يوميها يا خليل. واللي عمل فيه كده وكان السبب كان لازم هو ليه بقى بكلمني في الحبس مش ابني انا، مش ابني. هنستفيد ايه بس من حبس المدام ولا ابنها؟ انا ابنك يا خليل، هنستفيد من ابنك يا خليل. لكن انت خلاص، انت خلاص يا خليل اشتريت رضا المدام بسنين ابنك وعمر الله هيقضيه في السجن. حسبي الله فيك يا خليل، منك لله، انت السبب يا خليل، انت السبب، منك لله، منك لله يا خليل. ايه رايك حلوه يا ابني؟ ده انت شاطره قوي. طب تعالى هات بوسه. عارف مين اللي جاب لك اللعبه الحلوه دي كلها؟ ماما شيماء. يلا روح اديها بوسه وقول لها شكرا. حاضر شكرا. استني بس يا شيماء، خمس دقايق بس عشان خاطري. يا ريتني ما جيت، ريتني ما شفته خالص. معلش انتي ممكن بس تبقي متوتره شويه عشان دي اول مره، بس المره الجايه لما مفيش مره جايه هنساه، هعتبر نفسي ولا جيت ولا شفته من اصله. وانتي كمان انسينا الله يخليكي. هتسيبي ابنك يتربى في ملجأ وامه لسه عايشه؟ انا مش ام حد يا ستي، انا نيرتي وما ولدته. حرام عليكي، هتموتي ابنك بالحياه؟ يعني هو معايا هيبقى عايش؟ انتي فاكره ايه؟ هاخده وادخل بيه على اخويا يقوم ياخدنا بالحضن؟ ده اقل حاجه يدفننا بالحياه. خديه وهربي، سيبي البيت، ربي ابنك في حضنك. هنموت من الجوع. لو عايزه ابن اخوك يعيش ابعديني عن سكته ولا الله يسيبني. حماده السعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. في حب يأذي يهدي يخنق كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة. حاجة لما تكون بزيادة، وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس، ومفيش حضن سعنا يعوض حضن أقربنا.
تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة زي